وأشار الرئيس السيسي إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر، ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلا عن الأوضاع على الحدود مع ليبيا والسودان وقطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة كانت تفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، مضيفا أنه خلال 7 سنوات الماضية تم التغلب على هذه المشكلة. هيبقى في تحدي للدول اللي زي حالتنا زي مصر كده، مش بس في التمويل. النهارده مصر بقى لها يعني كورونا خدت 2 سنين، وده تحدي اقتصادي كبير جدا واجهنا، ثم بعد كده الازمه الروسيه الاوكرانيه، ثم اللي انتم شايفينه دلوقتي على حدودنا المختلفه في مع ليبيا ومع السودان وحتى دلوقتي مع قطاع غزه. وانتوا شايفين النهاردة الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا، ده تراجع بنسبة 40 لـ50%. يعني طب كل ده بيتم، والنهاردة المفروض ان الدولة المصرية ليها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل. انا مش بشتكي يعني، لكن اقصد اقول ده الطرح اللي احنا بنتكلم فيه. إذا كان في تعهدات إحنا كدولة مصرية حرصت على أنها تنفذها، التعهدات دي الالتزام بيها كان أموال ضخمة تم ضخها عشان نقول وإحنا قاعدين معاكم دلوقتي إحنا فعلا 15 مليون وحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز، ونص مليون عربية أو أكتر بتعمل بالغاز الطبيعي، ولو في فرصة تمويل أكتر هنعمل أكتر من كده.